الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. أحبائي وأعزائي متابعين قناة ريل ماشين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق القناة الأخ الفاضل هو قاعد في تركيا وطلب مني يغير المنجلة بتاع المكنة الأوفر، عايز يغير نيدل كلام أو المنجلة بتاعة المكنة الأوفر. طيب تمام، المكنة الأوفر فيه ثلاث أنواع من المنجلة، يعني فيه ثلاث طرق بنغير بهم المنجلة. انا جمعت لكم ثلاث مكنات اهم زي ما انتم شايفين. دي مكنه هنا كده ابراهيم، دي مكنه بجاسوس، دي مكنه بجاسوس. يبقى المكنه البجاسوس بانواعه هقول لكم بيتغير ازاي. يعني دي مكنه بجاسوس ودي مكنه سروبا اهي، والمنجله بتاعتها اهي، دي مكنه سروبا، ودي الثالثه ديت مكنه سروبا بس موديل اعلى من الموديل ده. يعني الموديل بتاع المكنه السروبا دوت اعلى من الموديل بتاع المكنه السروبا ده. طيب الثلاث مكنات دول ثلاث مناجل بتاعتهم دي مختلفة، ودي كل الطرق اللي هنغير بيها المنجلة ديت. أكيد المكنة اللي عندك هتبقى بطريقة منهم. طيب هنبتدي بالمكنة البيجاسوس. أول حاجة إحنا بنعملها عشان نغير المنجلة، هو إحنا بنغير المنجلة ليه؟ يعني إحنا بنغير المنجلة ليه؟ جسم للمسمار بايظ جوه المنجلة، للجسم بتاع المنجلة نفسه اللي بيركب في المسمار بايظ، وأنا هعرفكم دلوقتي واحدة واحدة إزاي. اول حاجه بنيجي نعملها بنعمل ايه؟ دي المنجله بتاعتنا اهي، بنعمل ايه؟ الابره الراكبه، بنزل الابره اشوف الابره بتنزل فين في البلكه، المفروض بتنزل في نص البلكه، وانا اقول لكم ليه دلوقتي. بشوف الابره بتنزل فين في البلكه، تمام. بعد كده بقوم فاكك افك الايه المسمار بتاع الابره، نفكه خالص. نفكه خالص. طب لو ما بيتفكش مش مهم، خلاص لو بيتفكش مش مهم. وهنزل ايه؟ وهنزل ابره. احنا عايزين نغير المنجله ديت عشان الجسم اللي جوه ده بايظ، الجسم بتاع المسمار ده بايظ، واحنا عايزين نشغلها اربع فتله. هفك التانيه برضو اه، وهفك المسمار بتاعي اهو. المكان ده زي ما حضراتكم شايفين كده يا ابراهيم، هي دي المنجله. العمود بتاعي ما فيهوش اي مسامير ولا اي حاجه خالص، يبقى المنجله راكبه فيه على طول. المنجله بتاعتي راكبه في العمود كده على طول، لكن ما فيش اي مسامير غير مسامير الايه؟ غير مسامير الابره. طيب انا افكها بقى ازاي؟ لما تلاقوا مكنه بالطريقه ديت يبقى السن بتاع المنجله ده الوظ، والسن بتاع المنجله ده الوظ وبيعشق في العمود. انا هفكها دلوقتي واعرفكم او هوريكم شكلها ازاي. بنجيب مفتاح زي ده، مفتاح سبعة، ونحط هنا المفتاح، شايفين بالطريقة دي كده، نحط المفتاح بالطريقة دي. طيب بالفك يمين ولا شمال؟ الفك شمال، ما تدوس يمين لان لو دوس يمين جامد هيتكسر. الفك اهي، الفك شمال، بقوم لافف كده شمال، هي لفت معايا اهي، اقوم فكيكها اهي زي ما انتم شايفين كده. واحدة واحدة وانت بتفك اهو، هو ده السن الالوظ اللي انا بكلمكم عليه. دي خطوات، دي احنا بنسميها خطوات، او الاخ بتاع المخرطة بيسميها خطوات، انما احنا في العادي بتاعنا بنسميها ايه؟ بنسميها الوظ. يبقى ده السن احنا هنغيره عشان ايه؟ عشان الجسم ده بايظ، الجسم ده بايظ عايزين نغيره. طيب احنا جبناها كده هنركب ازاي؟ زي ما فكينا هنركب، زي ما فكينا وزي ما انتم شايفين كده هنركبها. يبقى ده بتاع ايه؟ ده بتاع المكنه البيجاسوس، في زيه بالظبط سروبه، لكن بيختلف السن ده مش الوظ، السن ده عادي، وانا هوريه لكم دلوقتي. هنيجي نركب، طبعا زي ما انتم شايفين كده انا هركب ازاي؟ زي ما فكيت هركب بالظبط، وهلف بقى ناحيه الايه؟ هلف ناحيه اليمين، بفك ناحيه الشمال، هركب الف ناحيه الايه؟ ناحيه اليمين. زي ما انتم شايفين كده لغايه ما السن يطلع لغايه اخر العمود. شايفين العمود فين؟ في مسافه اهو، في مسافه، ما ينفعش اسيب كده، لا لازم اركب لغايه لما يطلع اخر العمود خالص. كده طلعت اخر العمود.
هعمل قرصة صغيرة خالص بالايه؟ بالمفتاح بتاعي ناحية اليمين، قرصة صغيرة خالص كده زي ما انتم شايفين كده. وهنرجع نركب الايه؟ هنركب الابر بتاعتنا والمسامير. انا ماشي معاكم خطوه خطوه وماشي معاكم يعني بحاول اللي مش عارف اخليه يعرف. انا ركبت الابر زي ما انتم شايفين كده كده، انا ركبت المنجله بتاعتي وركبت الابر. هرجع انزل الابر اشوف الابر. بصوا يا جماعه، انا في الاول قلت لكم ايه؟ قلت لكم في الاول هننزل قبل ما نفك اي حاجه، ننزل الابره نشوف الابره مكانها مع البلاكه ازاي، الوضع بتاعها مع البلاكه ازاي، مع الفتحه بتاعت البلاكه ازاي، بتنزل في النص ولا مرحله. انا بتكلم كده ليه؟ عشان لو المكنه معاك شغاله ما ندورش حاجه تحت، نشوف وضعيه الابره ازاي قبل ما نفك وناخد اللقطه بعينينا، وبعدين نيجي نركب. انا ركبت المنجله بتاعتي اهي، وهاجي ابص على الابر. الابر كده نازله مش مظبوطه شويه، يبقى عايزه سنه صغيره، عايزه كده ناحيه اليمين سنه صغيره ناحيه اليمين. نقوم دايسين بالمفتاح بتاعنا سنه صغيره خالص زي ما انتم شايفين كده اهو. اوعى تجيب جامد، اوعى تجيب جامد وتقرص جامد. بصوا يا جماعه، اللي يغير المنجله اوعى يقرص عليها جامد ناحيه اليمين، لو قرصت عليها جامد وانكسرت هتنكسر جوه العمود، هتضطر تفك العمود بتاعك، يبقى هنخش في مشكله ثانيه. خلي بالكم من الحاجات الصغيره ديت مهمه قوي. انا كده ربطت الايه؟ المنجله بتاعتي ونزلت الابر، الابر كده مظبوطه زي ما فكتها بالظبط. يبقى ده اول مكنه، اول نوع اللي هو البيجاسوس. كده خلاص كده المكنه ممكن تشتغل، لو جربتها هتلاقيها شغاله، ما جناش جنبها ولا لعبنا فيها خالص كده. يبقى هو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده لصديق القناه اللي قاعد في تركيا. هو طلب مني وانا عملت الفيديو، امشي عليه واحده واحده ان شاء الله تغير المنجله مفيش اي مشكله ولا في اي حاجه خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.